يوم كاظم مدلل إذا نقل له اختار أنه تبعد عن شيء معين، أما الغناء أما التمثيل. مستحيل أبتعد عن الغناء، حتى أختصر لك ما تبتعد. هذا بدمي ما أقدر يعني يوم بس عن أنت التم... أنت اليوم عن التمثيل؟ أنت اليوم تفرحني هسه أروح أكتب عن الفرح اللي عشته وياك، تحزنني أكتب عن الحزن اللي عشته وياك. أي طبعا بس تقدر أنه تتنازل عن الشعر بس؟ شلون العدو الغناء شلون؟ لا لا هسه الغناء المحارب يقدر يحارب بدون سلاح. هسه غني انا باكر شو شغلنا خرس هذا غيرك تغنى كلمة حلوة والله الفقرة حلوة انت شغلني مثلا خرس غير كلمة صح ولا كادرنا صحيح القصد انه شخص غيرك يكتب لك لا 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 طبعا اذا نص بس المصور وقابل قاشون هو بس المصور كلها بس اذا المصور يعني تخيل اعزائي المشاهدين تخيلوا اعزف على العود ومتهيئين انت من الغناء وطلع لا الله يديم علينا اللهك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى نكون احنا اليوم كل من يشاهد برنامج توارد من قناه سامراء يكون مستمتع بهذا اللقاء الصريح لا اكيد النص اللي يوصلني أغنيه بس مع الأسف لحد الآن ما غنيت أي نص مثل ما نويت بداية الحلقة لأي شاعر الله يوفقك إن شاء الله أنه تبدع أكثر وأكثر أستاذ كاظم